أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: ما رأيكم في من قال إن الكفار اليوم ليسوا أعداء ديننا الإسلام، إنما هم أعداء للمسلمين أو لنا، نحن الذين لم نعرف كيف نقيم هذا الدين، ونحن الذين جعلنا التوحيد مطية لمصالحنا مثل الجهاد في سبيل الله وغيره من العبادات التي تغيظهم؟ هذا كلام فاضي ليس فيه معنى، لا معنى فيه، كلام جاهل ولا مضلل. فلا شك أن الكفار أعداء لديننا وأعداء لنا جميعا، وأعداء لله قبل ذلك، أعداء لله وأعداء لدينه وأعداء للمسلم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. وقال: ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونه. فهم أعداء لله وأعداء لدينه وأعداء للمسلمين للجميع. ونحن لا شك عندنا تقصير وعندنا خطايا، لا شك فيه، لا نزكي أنفسنا من ذلك، وعلينا أن نصلح مجتمعنا، علينا أن نصلح مجتمعنا حتى ينصرنا الله إذا جاهدنا وقاتلنا. قال تعالى: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فعلينا أن نصلح أنفسنا أولا ونجاهد أنفسنا أولا. ومن لا يجاهد نفسه فإنه لا يجاهد الكفار. لا بد من جهاد النفس أولا، وجهاد الشيطان، وجهاد المنافقين والعصاة، ثم جهاد الكفار. الجهاد أنواع، لا بد أن تتحقق جميعها. أما إذا تحقق بعضها دون بعض فلم تحصل النتيجة المطلوبة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. أسئلة عديدة جاءت تسأل: هل هناك دروس في الأسبوع القادم؟ لا تستعجلوا قبلها، نحن سنعلن إن شاء الله في آخر الأسبوع، في آخر الأسبوع سنعلن إذا كان فيه دروس أو ليس فيه شيء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم صلاة الرجل مع امرأته جماعة إذا كانوا في سفر؟ لا بأس بذلك. قالوا: تنعقد الجماعة بالاثنين، ولو أن أحدهم امرأة تنعقد بهم الجماعة، ولكن إن كانت المرأة أجنبية ليست من محارمه فإنها تكون خلفه،